يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه هل كل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخلا في الوعيد الذي توعد به الوليد بن المغيرة حتى ولو كان مسلما؟ أعيد السؤال، هل كل من عاند؟ عاند، كيف يكون عاند ويكون مسلم؟ ما يعاند ما جاء به الرسول إلا كافر. لكن قل لي لو قصر في بعض الأمور، لو قصر في بعض الأمور ووقع في بعض الذنوب، أما أنك تقول عاند فهذا ما يكون إلا من كافر العناد. نعم.